السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تحدثنا في فيديوهات سابقة عن دراسة اللغة الإنجليزية في دول كثيرة جدا حول العالم، كندا وأستراليا، تحدثنا عن ماليزيا، تحدثنا عن كينيا وحتى الفلبين ودول أخرى كثيرة. اليوم إن شاء الله سأتحدث لكم عن أرخص مكان ممكن تدرس فيه اللغة الإنجليزية بشهادة معتمدة. وأهمية هذا الموضوع هو أنه في الكثير من الإخوة والأخوات اللي يبحثوا عن الدراسة، ولكن إما لأسباب مادية لا يستطيع الدراسة في أفضل الأماكن، وإما لأسباب أخرى مثل صعوبة التأشيرة أو غيرها. فاليوم إن شاء الله سأعطيكم مكان سهل الوصول له، في نفس الوقت الدراسة فيه رخيصة جدا جدا، الجودة فيه ليست بلا شك يعني مثل أمريكا وكندا، لكنها ليست سيئة، ويوجد نماذج حية تواصلت معهم ودرسوا هناك واستفادوا بشكل كبير. وهذه الدولة هي يوغندا. يوغندا تقع في جنوب شرق أفريقيا، وعاصمتها كامبالا، وعدد سكانها 37 مليون نسمة. اللغات الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية واللغة السواحلية. اللغة السواحلية موجودة أيضا في كينيا وتنزانيا ودول أخرى كثيرة، لكن اللغة الإنجليزية لغة رسمية فيها ولغة شائعة أيضا. الطلبة اللي درسوا هناك وتحدث معهم أخبروني أنهم ما وجدوا إشكالية في إيجاد ناس يمارسوا معهم، وكانت اللغة الإنجليزية منتشرة بشكل كبير جدا صراحة، بالذات في العاصمة كامبالا. تتميز يوغندا ببعض الأمور، ولكن وبلا شك على رأسها هي الطبيعة الخلابة. يوغندا جميلة جدا، وأيضا توجد فيها أماكن سياحية مختلفة، فلذلك يعني نستطيع أن نقول من ناحية الأمن بلا شك يوغندا آمنة. هذا بلا شك ساعد في أنه السياحة تنجذب ليوغندا، وساعد أنه يبدأ طلاب دوليين كثيرين مختلفين بالقدوم ليوغندا للدراسة، بالذات في مسألة دراسة اللغة الإنجليزية. ولكن بلا شك الانتباه أمر مهم، يعني حاول أنك لا تخرج مساء بعد الساعة 10 إذا كنت كمجموعة. عدا ذلك وحسب ما أخبرني الطلبة الموجودين هناك الدولة آمنة. طيب، الأماكن اللي أوصيكم فيها بدراسة اللغة الإنجليزية في يوغندا هي أولا معهد جامعة مكريري، وجامعة مكريري طبعا واحدة من أفضل الجامعات في القارة الأفريقية، ثانيا معهد برايت، وثالثا معهد نيلسون، ورابعا معهد تام. الآن هذه المعاهد هي من أفضل المعاهد هناك بلا شك في يوغندا، وأيضا سعرها جدا جدا رخيص ومعقول، وربما تنصدموا بالأسعار. الآن معهد جامعة مكريري، خليه آخرا، المعاهد الأخرى التي ذكرتها وصوب الدراسة لشهر واحد فيها تبلغ ما يعادل 100 ريال سعودي، طبعا سأعطيكم الأسعار كلها بالريال السعودي. في الشهر الواحد للدراسة هي 100 ريال، السكن تقريبا ما يعادل 212.5 ريال سعودي في الشهر، أي تقريبا 850 ريال سعودي لمدة 4 أشهر في سكن اسمه سكن نانا، ستجدوا بعض صوره على الشاشة الآن. والمعيشة ما بين 200 إلى 500 ريال سعودي في الشهر، يعني الطلبة هناك أخبروني أنه تكفيهم بدون أي إشكالية وبدون احتياجهم لأي شيء. الآن معهد جامعة مكريري أغلى قليلا، هو تقريبا 500 ريال سعودي للفصل الواحد، الفصل تقريبا لمدة شهرين. هذا هو الفرق الرئيسي بينه وبينه من ناحية السعر، أما السكن والمعيشة هي نفس الأسعار. فكما ترون الأسعار جدا جدا رخيصة ومتداولة للجميع، وكان المهم جدا لي أن أعمل هذا الفيديو وأذكر لكم هذه الأمور، لأني أعرف شخصيا كثير منكم من الذين حاولوا دراسة اللغة الإنجليزية وتعلمها، ولكن تقف يعني التكلفة العالية عائق أمامهم لهذا الأمر. الآن لديكم فرصة، كما ذكرت يعني الأخوة اللي هناك وتواصلت معهم يعني أرى تطور في مستواهم، بعض مستواهم جيد جدا ومدحوها لي بشكل كبير جدا. بعضهم ما سمح لي إلى الآن بنشر رقمه أو إعطاء رقمه للغير اللي حاب يتواصل معهم، ولكن في حالة أعطوني الإذن سأضع رقمهم في أول تعليق أسفل هذا الفيديو لمن حاب يتواصل معهم ويقدم للدراسة هناك. وأيضا ستجدوا في وصف هذا الفيديو بعض الروابط اللي حتفيدكم إن شاء الله تعالى. أتمنى الفيديو أفادكم، وإن شاء الله أراكم في فيديو آخر مفيد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.